تيشات، وفي العمرة تيشات، يعني إذا أفسد إحرامه بحيث جامع زوجته فإن عليه شاة، ولا يفسد ولا تفسد العمرة، وإنما يفسد ماذا؟ الإحرام، عليه شاة. قال: وإن طاوعته زوجته لزماها، يعني إن طاوعته بمعنى استجابت له في الجماع لزمها ما لزم الزوج، لزمها ما لزم الزوج. وكأنه يشير إلى أنها إذا كانت مكرهة فليس عليها شيء، ليس عليها شيء، وهذا هو الصواب. إذا أكرهها حيث دافعته مثلا وتمنعت لكنه أكرهها فليس عليها شيء. بعض العلماء يرى بأن الجماع يستوي خطأه وعمده وسهوه، قالوا لأن فيه إتلاف كباقي المتلفات، والصواب بأن المكره لا شيء عليه، المكره لا شيء عليه.